خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة صناع الخير يعني والصديق القديم. ازيك يا دكتور مصطفى؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف، عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ كله بخير والله يا فندم، الحمد لله. تخيل بقول لك الصديق القديم وكده، قلت لك يا دكتور مصطفى، قلت لي يا استاذ يوسف. احنا نعرف بعض من 2003 دلوقتي. ده شرف ليا. لا ده انا اللي بتشرف دايما. يا رب ان شاء الله. حبيبي اشرح لي اكتر اللي هتقوم بيه او هيقوم بيه التحالف، هنعمل ايه لحد شهر ديسمبر باذن الله؟ خليني اقول لحضرتك ان النهارده كان خطاب تاريخي لي على جميع النواحي، يعني النهارده بنتكلم على الجزء التنموي صح وخبرتنا فيه على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا دول. انا عاوز اقول لحضرتك احنا وصلنا هنا النهارده لقمه الهرم بتدشين التحالف الوطني بشكل رسمي، اللي اشتغلنا يمكن كل اعضاء التحالف المؤسسين على مدار الشهرين اللي فاتوا في توحيد قواعد البيانات، في حزمه من الخدمات والحمايه الاجتماعيه، كل من الاعضاء بيبدا يوثق التجارب بتاعته وخبراته في مجالات متعدده، سواء الطبي او تمكين اجتماعي او تمكين اقتصادي او تعليمي او بيئي، في اطار واحد ومنظومه واحده. وده الحقيقه النهارده اللي السيد الرئيس اكد عليه، ان الدعم للتحالف بيخدم 7.5 مليون مواطن هم الاكثر احتياجا في الفتره القادمه، وان دعم سيادته وتوجيهه بدعم اجهزه الدوله متمثله في وزاره التضامن ومجلس القومي لحقوق الانسان وكل الجهات المعنيه بقيمه يمكن تتراوح ل 9 مليار جنيه. المجتمع المدني النهارده كل الاعضاء التحالف يمكن كانوا موجودين في الافطار وكانوا يعني سعداء جدا بالكلام اللي بيتقال وبالتدشين الرسمي وبالتحرك، ان كل حزمه المشروعات اللي بتطلقها سواء صناع الخير او حياه كريمه او كل اعضاء الجامعات اللي موجودين، ان هنكمل ده لنهايه العام مش بس بنهايه شهر رمضان الكريم. يعني زي ما حضرتك قلت النهارده حياه كريمه بتكمل المظله الحمايه الاجتماعيه، صناع الخير، مصر الخير، كل الجهات المشاركه بيبداوا يتحركوا على اساس ان احنا الازمه العالميه اللي موجوده دلوقتي بتاثر على كثير من الاسر اللي مستواها المادي طبعا ضعيف، فاحنا لازم يكون دورنا ومسانده الدوله، ده دور رئيسي للمجتمع المدني. المجتمع المدني اسس قواعد بيانات محترفه، ويمكن بنسمن كل الجهود اللي قامت الفتره اللي فاتت من الغرفه المركزيه للحياه كريمه، ان كلنا نكون قاعدين على ترابيزه واحده. زي ما حضرتك شفت النهارده احنا بنتكلم بارقام وبنتكلم بوثائق وبنتكلم بتحركات فعليه، عارفين المواطن المصري اللي في حلايب وشلاتين واللي في سانت كاترين واللي في اسوان واللي في مرسى مطروح واللي في شمال سيناء وجنوب، كلهم بالنسبه لنا بقوا موجودين على قاعده واحده، بقوا موجودين على شاشه قدامنا، قادرين يكون لينا كل جمعيه من الجمعيات الاعضاء ال 28 او اللي بيصلوا 30 مؤسسة، قادرين يقعدوا يعرفوا مين اللي ما وصلوش مساعدات، مين اللي ما وصلوش خدمات تنموية، مين اللي عنده مشروع تنموي عاوز يحصل له تمويل، بالتنسيق طبعا مع الجامعات قاعدية كبيرة. احنا عندنا اكثر من 55 ألف جمعية أهلية تخضع لإشراف ورقابة من التضامن الاجتماعي، وقادرين كل جمعية فينا من الجامعات الكبيرة الأعضاء المؤسسين للتحالف عندهم قواعد بيانات أخرى في الارتقاء والتمكين وبناء القدرات للجامعات الصغيره اللي موجوده في القرى. حلو قوي. ودول الحقيقه هيبقوا عينينا كمان في الرقابه المجتمعيه والمشاركه في البرنامج الرئاسي او المبادره الرئاسيه حياه كريمه، انك قادر ان تتواصل مع المتطوعين اللي في البرنامج المبادره الرئاسيه حياه كريمه ومع الجامعات القاعديه ومع كل المتطوعين اللي هيشاركوا في الفتره اللي جايه. فالحقيقه ده انطلاق ويعني تدشين رسمي وتاريخي لكل الجهود المجتمعية والتنموية اللي هتحصل الفترة اللي جاية. طب مصطفى أنا بقى طلب منك طلب، يعني طب. بعد حوالي 19 سنة صداقة، أما آن الأوان إن احنا نلتقي في التاسعة؟ ده شيء يشرفني وفي أي وقت أنا جاهز تحت أمركم. ربنا يخليك. إن شاء الله هنعلن في اللقاء ده زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، إن احنا هنعمل حزمة من الخدمات تقدم لمشاهدي البرنامج على مستوى الجمهورية بإذن الله. ده كمان شيء يكون رد الجميل لكل أهالينا، ناس اللي استحملت الضغط واستحملت المعاناة، وناس كتير جدا مع الأزمة الاقتصادية العالمية دي هتتأثر للأسف الشديد. فإحنا بنحاول نلحق من وسائل الإعلام، اللي بقول أنا كمان إن الإعلام هو الضلع الرابع في التنمية. التنمية مش مثلث بس، صح؟ لو إحنا النهاردة بنتكلم على مثلث التنمية من قطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني، لازم نقول ان في ضلع لازم يضاف
ونقطة رئيسية هو الإعلام، نوصل لكل أهلنا في كل مكان. ضروري وده ضروري. إن شاء الله هنحققه بإذن الله. بإذن الله. إذن على لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العيد. كل سنة وأنت طيب. كل الشكر ليك دكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة صناع الخير.